خلينا نقول دكتور هاني، احنا معانا دكتور كمال. بعد اذن حضرتك اتفضلي. دكتور هاني. الو، السلام عليكم. الو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذنا ازي دكتور حضرتك؟ كمال الجبلاوي، اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. انا في الاول برحب بحضرتك وبرحب دكتور هاني يعني، وبرحب بالساده المشاهدين كلهم. اهلا اهلا وسهلا، بحضرتك معانا. اهلا بيك دكتور يمكن كمال. حوارنا عن المشروع القومي المقترح لتملك الشباب لأراضي، الهدف والمستهدف منها ليس فقط تأمين سكني، ولكن بناء مجتمع شمولي كحد قول دكتور هاني، تمام ومتكامل الخدمات، وفي نوع من التعاون المشترك ما بين الفئات المختلفة داخل هذا المجتمع. رأي تمام حضرتك دكتور كمال مدى سهولة أو صعوبة تنفيذ مثل هذه المشروعات في الوقت الحالي؟ تمام انا بس في البدايه يعني دكتور هاني بالنسبه لنا شخص قدوه لينا كلنا، فانا ربنا في يخليك. البدايه بشيد بدكتور هاني ان هو على مستوى العلم وعلى المستوى الشخصي يعني حد فعلا كلنا بنهتم بيه ربنا جدا جدا جدا. ربنا يخليك. بالنسبه لمشروع ابن بيتك والمشاريع القوميه، انا ليا تجربه في حاجه زي ده. يعني اتفضل. انا من الناس اللي قدموا في مشروع ابن بيتك سنه 2007، والحمد لله جاء بعدها بعتوا لي جواب بعدها بخمس ست شهور قالوا لي انت معانا لان الشروط بتاعت المشروع مطابقه عليك، وكتير من الشباب اللي زيي كان متقدم وخدوا اراضي وقتها في مشروع ابن كانت بيتك. الشروط دي خاصة بالدخل يا دكتور كمال، يعني مش هم كده؟ قالوا اول حاجه وفقط. قالوا لنا عليها نعم. هاتوا مفردات مرتب، اوكي، على اساس ان احنا نبدا ندرس الشخص دوت، نشوف سنه قد ايه، هل هو واخد اراضي قبل كده من الدوله ولا لا. وبعدها فعلا بحوالي اربع خمس شهور، انا متذكر الميعاد يعني، هو انا قدمت في سنه 2007 في شهر 2، جاء لي الراضي تقريبا في شهر 6 او 7، ان انت من ضمن الناس اللي موافقين عليهم نظرا ان ايه، ان انت مقبول بالنسبه لنا في الايه، في الشروط. نعم. وقتها طبعا حصل فرحه كبيره جدا عندي في البيت، اسرتي، والدي ووالدتي واخواتي، يعني حاجه كبيره قوي ان شاب يتملك المشروع ارض. ده، النظام ده من أنظمة توزيع الأراضي، كان فيه إقبال كبير جدا عليه وفرحة كبيرة في كل كتير المجتمع، كتير مش عندك جدا بس يا جدا. دكتور كمال. ويمكن نعم. دكتور هاني بيتكلم في القضيه ديت ان ازاي ان احنا بنعمل انتماء من خلال ان انا بملك الشباب اراضي بنعكس عليهم وعلى الدوله بشيء كبير ما زلت جدا. تشيد بهذا المشروع بعد التجربة؟ انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، انا بعد كده استلمت الارض بعدها بسنتين ورحت بنيت، واكيد كل مشروع ليه سلبيات وليه ايجابيات، بس انا بتكلم عن الجزء الايجابي منه. الجزء الايجابي منه ان انا مجرد ما تملكت ارض وانا شفت قدام عينيا شباب كتير زيي راح بنى وتملك الارض. وعاوز اقول لحضرتك لما جيت تملكت الارض ورحت بنيت انا والشباب اللي معايا، ما كناش لوحدنا يعني، انا كان معايا والدي وكان جيراني برضو معاهم اهلهم، فتحس ان كان الموضوع زي ما يكون فيه مشاركه اجتماعيه، جميل. وفرحتهم ان هم عندهم ارض ده شيء يعني ما يتوصفش، يعني زي ما يكون في فرح عندهم. ففعلا الحته الايجابيه الموجوده فيه حته ان الانتماء، لما الواحد يبقى عنده حته ارض دي بتنعكس عليه وعلى اسرته، بيزود انتمائه للدوله بشكل فظيع. جميل. تمام، ده شق الدكتور هنتكلم فيه في كتاب بيتكلم على حته ازاي ان انا الشباب يبقوا ليهم انتماء اكبر من خلال ان انا بملكهم اراضي في حدود دخلهم. واخد بال فكرة حضرتك؟ الالتزام بنمط معين في البناء، فكرة الالتزام بارتباطي بالمجتمع التعاوني اللي أنا موجود فيه، الفكرة دي مدى نجاحها على المدى الطويل تمام في المنظومة اللي احنا موجودين فيها، وهي منظومة ابن بيتك. تمام انا عاوز اقول لحضرتك احنا لما رحت استلمت الارض طبعا كان في رسومات، اوكي، معماري وانشائي ان انا لازم التزم بيها. نعم. انا مهندس وبعد كده بقيت دكتور، ففاهم في الرسومات، متخصص، في غيري ما كانش فاهم. نعم. فعاوز اقول لحضرتك يعني الشق السلبي اللي كان موجود في الموضوع، تمام، ان كان في مشاركه بين المقاولين والناس، يعني الناس تسابوا ان هو يختار مقاول ويبدا ان هو ايه، يبني له المشروع. لأن معظم هذه الأراضي أيضا بتبقى في مناطق متطرفة، يبقى ايوه صعب بالظبط على كده، فرد بمفرده إنه يتعامل مع متطلبات بناء مساحة أرض، حتى لو كانت مساحة البناء 80 تقريبا متر أو 82 متر. هو بالظبط نعم. الارض كان مسطحه 150 متر نعم. بتبني على 50%، فمسطح البنى كان 75 نعم. متر، واقصى بنى كان ارض ودورين نعم. برضه لحد دلوقتي عبء التشييدات على ديت. فرد بمفرده على في هذه المناطق المتطرفة. فهنا تمام، ده دخلت ادى منظومة المقاولين صحيح.
صحيح، للاستفادة. وخصوصا كمان ان في ناس كتير مش متخصصه، يعني في مقاولين بتلاقيهم موجودين هناك، الواحد ما يعرفش اذا كان متخصص ولا مش متخصص، اللي هو هيبني له ده اهو، انا عشان متخصص عارف، لكن غيري ما يعرفش في موضوع البناء، فبالتالي وقع في المشكله دي، ان حصل نصب كتير من خلال مقاولين، ان هو طلع مش الكفاءه، او طلع ان هو خد الفلوس وبعد كده هو ما بنوش كما طيب، ينبغي. استمرارية هذه المنظومة كما وضعت وكما رسمت وخطط لها إلى الآن بنسبة قد إيه دكتور كمال؟ انا عاوز حضرتك، هو المشروع بعد 5 سنين من بنى اشتغل، يعني دلوقتي حضرتك لو رحت مشروع ابن بيتك هتلاقي في ناس فعلا قاعدين نسبه كبيره منهم، وبدا المشروع بقى فيه تعايش وبقى فيه حته خدمات وكده هو، بس خد وقت كبير برضه. وانا بتكلم في حته ايه، احنا لما جينا استلمنا الاراضي الناس اللي استلمتها ما كانش لسه في بنيه تحتيه ولا في صرف ولا كهرباء ولا في اي حاجه، فطبعا بعد ما المبنى اتبنى طبقا اللي هم حطوه في المواعيد اللي هم حطوها، لما كان في خلال سنه لازم يتبني لان نعم الارض تتسحب، نعم فعلا الناس كلها التزمت وبنت سطوحات كبيره جدا من الاراضي، كان نادرا ما تلاقي في ارض فاضيه، لكن فضل المشروع واقف بسبب حته الخدمات، يعني جميل. مقاول العام لما جه عمل بنيه تحتيه والصرف والميه هتلاقي في حدود 4 5 سنين، وخصوصا كمان قصه الثوره والكلام ده اهو. نعم. فهو الموضوع دوت لو اتنظم بشكل تاني بحيث ان في البدايه عملوا مراعاه إذن للوقت. هو مشروع أثبت درجة من درجات النجاح وحقق جزء من المستهدف منه بالنسبة لكم يا شباب، إن أنتم تستشعروا نوع من الانتماء طبعا لوطنكم من خلال هذه طبعا القطعة طبعا الصغيرة اللي طبعا تملكناها. دكتور كمال اكيد. الجبلاوي أشكرك على هذه المشاركة الطيبة، أشكرك يا وعاوز فندم. بس اقول حاجه صغيره، ان اتفضل. يا ريت اي مشروع يحصل بعد ما يتبني وبعد ما فعلا يكتمل العمران يبقى تقييمه من جديد، واخد بال حضرتك، وناخد الايجابيات اللي فيه والسلبيات نحاول نعالجها، لان طبعا الكمال لله وحده، اكيد في جزء من السلبيات نقدر ان احنا نتقطعه في الاستمرارية في مشروعات تانيه. المتابعة ايوه والتطوير، ده رائع. بنفتقده، ان احنا مجرد ما المشروع بيخلص نقول سي ان هو فشل بنسبه معينه، فبنحكم ساعات عليه بالفشل. جميل، اوكي، أشكرك يا دكتور كمال، أشكرك. شكرا لحضرتك وشكرا ليك. مش بعيد عن التوصيل